أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما مولانا بقية الله الأعظم في أرضه القائم المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة والأخوات إن شاء الله عاوة أن هل كان كسو قد بندونا مر لبعض حلقة إني أن أقوم أعترني جئناكم بالحق أيان هل كان كسو قد بندونا وحن حلقة إني هو ركذا هذا اللي كاهن من كهنة الوهابية ولو يقان مصطفى علي عانوت وبلشد إني سومالية بيقو ذيبا نيستي حقيقة وكمدا جماعة الخوارج الوهابية التي لم تدخل الإسلام أبدا جماعة وهابية وأدوكتهين إنين الإسلام نمذا قلين لذذي ذنا أينن هري أرد منن هبيراته وآدو إسائيي آل بيت رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وحرم هل كان عمر يا أبو بكر إن شاء الله يري شعب ويكون تسبيح سدان لعن الضوضة كان هذا الله نوع عاسي يري حقيقة إن بل إن شاء الله سيد بس عنا أنسي تفقدنا سيئنا أجرنا حقيقة إلهي وحيد أبن هجل وعلى قرآن كيس كريم كان يري من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا رسولك أن صلى الله عليه وآله وسلم حلقة كل ويدران دونتا إن أنك ذهب الله وحويا بالبخاري يا مسلم وإنت بطنيه أي احتمادان أين أنهان أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أي لهذان وأصح الكتب بعد كتاب الله بفضل الله ومنه أنه هدان أنها الممثلين تمدرسة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصح الكتب بعد كتاب الله منه جبي أهم حي لكتاب الله وحكى أحسن مجرى وحل غضة بقبتان وكتاب إلهي نما بجرته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قيردي سيصدح مال كهر قصة عذيبة جرتي وعجيبة قصة إيادو تراث أهل السنة والجماعة أكثر كوضوء سونا غليان نبيكو وحيكو كل صلاحين صحابه فربدان قولي قيسا في بيت رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وفات كيسنا وحيه بوقت قاسي صدح مال كهر أي أي نبيكو وحوهم صلى الله عليه وآله وسلم إن لو كانوا قرب ووحو يواو روحه وحلو قرو حكم لها قرب كأي اللفها أي كم لها هي توات سيؤو قرو ذكا إيجا كتاب كتاب كاسو يعصمهم كإلى لنيو من الضلالة بالذ كإلى لنيو ولكن السحابة سد أن أجنه سحابة اختلفوا وإسخلافين ومنهم محاكم إذا من عصى أمره أمر رسول الله محمد دد عاسيه وكم إذا كمثل عمر بن الخطاب حرمنا عين زفي عنوز وبنقنه واتهمه بالهجر واللي يوح لمدا كتهم يستي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما اتهم وائل سيدا وجودهم يستي وائل بن عاص أبو جهل يا أبو لهب يا غير قد بسيدا أي وجودهم يستي النبي كما اتهموه سيدا أي وجودهم يزين كوح كفر ذي كم رسول الله محمد واللي أي وح وجودهم يستي النبي إننا واللي عمر بن الخطاب إلهنا قرآن كيس كريم كجل وعلى وحوله هاي أركي وكهد له هاي تعظيم كرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين كما أن صدر سيدك محمد هو إنا تهي رحمة عالم كأؤى إنا تهي مويان وحكى لبكو ما أن صدر وحكم إذا فقدم رسول الله بحناقي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرجهم من بيته سحابتنا وحكساري قرقي سايو كساري دون أن يكتب لهم شيئا والرسول تقول له وحبان قرهيا هذا اللي معلنك محايا لإله ما وحول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إلهي يا نبي قول ما يوم أجيب إلهي رسول الله محمد هذا إذا الله طلع أوعي حقه إذا انكتم هذا أما روق أي إذا انكتم هذا ورجيبه هذا لا كعلي منه هذه هذا الكعلي الزهسان وحاويا وحكم بعد الحمان شريعة الإسلام كان وقت كئيلة تين ونعرض الله أكتر وحان رواينا المركة قادتان شيء تفاصيل أو أرنتها إيادا قصاب سنة كل ديران مهيو عبد الله بن عباس باو حلقة وريي سيدة أبو بخاري وانا سوقاتي أو سوهري مال خميسة بيهي مال كا إيادا إيه
عبد الله بن عباس وحو دي هجري وما ادراك ما يوم الخميس محاك ويسي مالتي خميس دهي مصيبه دعدي دباته دعدي محاك ويسي اشتد برسول الله صلى الله عليه واله وسلم وجعه نبي وحق دراضي وجعسي حنون جس اي درناضي فقال وحول هلم ورهوي قال اكتب لكم كتابا اي كان عن ذين قرى كتاب لا تضلوا بعده والكتاب اي كان بعدي ايضا باديوبين وخلاف نفوس الى كدعي ummada maanta maxaa qaybiyay oo firaqa ka dhigay oo ina qaybiyay kitaabka isaga ehe la diiday ee odayga Umar aha oo hor kacay ayaa sabab u ah bulshada Soomaaliyeed arinta ayada markii ay dhacdo nabigu uu sidaa yidhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala Umar ba wuduri inna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qad ghalabahu alwaja nabiga hanun kiba ka qalib noqday wa alaykum alquran wa haysatan ama wa indakum alquran atina wa haa hada alquran ki hasbuna kitabullah وايضا وحاكى التيفيي بخاري بخاري اديياد وحدو اوغتين انو ان بدن كو عام بحي خيانه علميغا اما علميغا ان لا خيانه يو اديياد او عام بحي حسبنا كتاب الله بل فاختلف اهل البيت باختلاف ضد اهل البيت واختصموا ويدودن منهم وحاكمدا من يقول قفله قربوا دويا والرسول كو دويا يكتب لكم هايدين قرن النبي صلى الله عليه واله وسلم كتابا لا تضلوا بعده كتابا اذا بعدي باديوبين ومنهم محاكم من يقول قفله ما قال عمر لما لو كلا بحيدك النبي عمر ايو الرسول الاعظم با لو كلا بحي صلى الله عليه واله وسلم او دود لبداس اي ودخايسا الرسول الاعظم نجروب با لا سفن جروبنا وحي لا سفيهن عمر بن الخطاب جروبنا وحي لا سفيهن عمر بن الخطاب ارنتها ايدا مركي اي دعدي فلما كثر اللغو لغو مركو فربطي من رسول الله با لو دول قيليك هذا كهرنا واد اوكتهن اني كدول قيليان عمر ابن الخطاب ايو ابو بكر او اي الهي ايات القران كسو دجي جل وعلا وهو يري يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت قبيل بي انو نقول بان انو مغعابه او دبي اسا سدا حدا كسوتو سوماليا او خلبانده لو كلا قادن هي يو نقول بو وخر انو نين مغعابه او نينكا قبيل او هوغامي الهي ما مركه وخر يا ايها الذين امنوا اسلوب اادو في عمد الهي كعبرت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبطوا اعمالكم وانتم لا تشعرون اي اله جل وعلا فلما كثر اللغو لغو مركو فربتي اي والاختلاف خلاف مركو فربتي عند النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم قال لهم وحول رسولك قوموا عني وروضي داه هل كاس سجود بيس عمر اي ابو بكر اي رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم فكان اسكي سنه كمين قيد قبل اهامبا إلهي باك حرم جل وعلا إن رسول الله محمد آسان إلهي باك حرم فكان ابن عباس وحوها يقول كي يرهد إن الرزية مصيبه كل الرزية مصيبه وحيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب مصيبه وحيه وحك لنحق لي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم إيا كتاب ديس ومن اختلافهم خلاف قوضية إيا ولغتهم يقبوا قوضية قيل ضوضاء تأي ضابعين ان شاء الله انت وحان اوغا فيلااداي او اينو ارغناي وحا كو قورن بخاري iyo مسلم iyo قيد كود با ارنتا ايدا با كو ودا قورن وحان رمنا marka ta in ka bedelan oo kale oo waxa weeyaan sax ay soo hareen culimaa u diinka ahlus sunnati wal jamaa oo kutubtooda ku qoran oo arinta uu talqifiyay bukhari ama muslim uu talqifiyay ya marka doonaa iyadna saxiix درسيني لباتنا ابو محاضرتين لباتنا انت ايدا بينو جوغيسا وصلى الله على سيدنا محمد الطاهر الامين وعلى اله الطيبين الطاهرين.